أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا. وقالت الهيئة إن صادرات تركيا إلى العراق في شهر كانون الثاني بلغت 17 مليارا و 587 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17% و20 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021. كما بينت أن واردات تركيا في كانون الثاني بلغت 27 مليارا و 848 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 54% و20 عن نفس الفترة من العام الماضي. ويستورد العراق منذ 2003 معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار خاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن. قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها ستزيد الرسوم على السفن الأجنبية بنسبة 5 إلى 10% اعتبارا من الأول من آذار، وهو ما يلحق الضرر بصادرات العراق النفطية. ووفقا لمصادر صحفية، فإن ناقلات النفط الخام والمنتجات المكررة ستشهد زيادة بنسبة 5% على رسوم النقل العادية، بينما ستشهد ناقلات الغاز الطبيعي المسال زيادة بنسبة 7%، كما ستشهد ناقلات الغاز البترولي المسال والناقلات الكيماوية الأصغر حجما ارتفاعا بنسبة 10%. ويعتمد العراق بشكل أساس على ممر قناة السويس لتصدير نفطه الخام. ارتفعت العقود الآجلة للنفط بعد بداية متقلبة للأسبوع في ظل تعطل الإمدادات الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.60 دولار للبرميل، ما يعادل 3.12% إلى 100.99 دولار. وقد لمس المؤشر أعلى مستوى في 7 سنوات عند 105.79 دولار للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة لغام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان بنحو 86 سنتا أو ما يعادل 96% من المئة، ارتفع إلى 96.58 دولار للبرميل. ولمس هذا العقد أعلى مستوى له عند 99.10 دولار للبرميل في اليوم السابق، واستقر مرتفعا بأكثر من 4%. قررت بريطانيا فرض عقوبات على مصرف سبيربانك الروسي، وهو واحد من أكبر البنوك. جاء ذلك بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن أن بلادها ستشدد عقوباتها التي ستستهدف القطاع المالي الروسي ردا على غزو أوكرانيا، وذلك عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على أراضيها في الأيام المقبلة. كما فرضت لندن عقوبات على البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين، ما أسهم في انهيار الروبل إلى أدنى مستوياته منذ أعوام. وهذه انتقالة سريعة إلى أسعار العملات والمعادن. ختام الاقتصاد، إلى اللقاء.